دفعت التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ إثر دعوة واشنطن لمناقشة القضية على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي رفض بلادها التام للتجربة الإيرانية، وقالت إن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي. من جهته أفاد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت بأن التجربة الإيرانية الأخيرة لا تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة. في المقابل دافعت موسكو عن طهران معتبرة الدعوة إلى عقد الاجتماع بمثابة مسعى لتأجيج الوضع واستخدامه لأغراض سياسية، وقالت إن التجربة الصاروخية الإيرانية لا تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي، وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلا أنه زاد محذرا الولايات المتحدة وطالبها بعدم البحث عما وصفه ذريعة لإثارة توترات جديدة. أما وزير الخارجية الفرنسي فأعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار التجارب الباليستية التي تعيق عملية إعادة بناء الثقة التي أرساها اتفاق فيينا. الاتحاد الأوروبي من جهته دعا طهران إلى احترام التزاماتها الدولية. الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء برنامج إيران الصاروخي ويدعوها إلى التحفظ عن الإجراءات التي من شأنها تعميق أزمة الثقة القائمة بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية. وتوقع مراقبون أن تعيد التجربة الصاروخية الإيرانية فتح ملف طهران النووي على مصراعيه، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق له أن توعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران. راشد العيد، العربية.